رغم من انك بتأدي بشكل كويس جدا خلال 3 مواسم، وان انت كمان يعني لما بتشارك بتأدي والناس بتاخد بالها منك، هل ده مزعلك انك مش موجود مع منتخب مصر، خصوصا ان انت اخدت المقاولين انت وزمايلك وصعدتوا لمنافسات افريقية في الكونفدرالية تحديدا؟ بص يا عمر، هو شرف كبير جدا لاي لاعب في مصر ان هو يرتدي تيشيرت منتخب مصر، ده شرف كبير جدا جدا لينا كلنا يعني. لكن برضو خلينا نكون منصفين يعني، الموضوع صعب. انت مدير فني عنده اختيارات محدوده جدا وعنده مراكز برضو، كل مركز يعني لما بتيجي تفكر ان انت تختار مثلا باك ليفت مثلا، في حساباتك بتقول مثلا ايمن اشرف لانه يقدر يلعب باك ليفت ويقدر يلعب سيرد باك. فطبيعي جدا ان انا اتمنى ان انا ابقى موجود في منتخب مصر، وقبل الجهاز الفني ده اللي قبل الكابتن حسام البدري المهندس محمد عادل كلمني وقال لي ان جاله تليفون من المنتخب في الفتره اللي انا كنت ماشي فيها بشكل كويس جدا، وكان في ناس بتتكلم ان انا المفروض ان انا اكون متواجد في المنتخب. لكن انا بالنسبه لي انا بجتهد وباخد بالاسباب وبعمل اللي عليا، في الاخر اكون موجود او مش موجود. انا لو موجود كلاعب هبذل اقصى ما في وسعي ان انا اادي دوري، لو مش موجود كلاعب هكون موجود كمشجع. فالموضوع بالنسبه لي زي ما قلت لك ده شرف كبير جدا لاي حد يرتدي منتخب تيشيرت منتخب مصر. لكن انا كنت اتمنى ان المقاولين العرب بعد وصوله للكونفدراليه يكون على الاقل في لاعب موجود من نادي المقاولين العرب، وهحدد بالاسم محمد سمير. محمد سمير لعب الموسم ده 34 مباراه، الموسم اللي فات لعب 33 مباراه، شارك في مباراه الكاس في الموسم اللي فات والموسم ده، بيقدم مستويات ممتازه في موسمين احرز حوالي 12 هدف، مستوى ثابت بشكل كبير جدا. كان عندك مشكله كبيره جدا في خط الظهر من فتره طويله جدا، شايف انه ما خدش حقه، وانا شايف من وجهه نظري انه افضل مدافع في مصر. فمن الظلم ان ما يبقاش في حد بيمثل المقاولين العرب في منتخب مصر خصوصا محمد سمير. ده وجهه نظري الشخصيه اللي انا لو هقول ممكن انا ما اكونش ظلمت في اختيارات المنتخب، لكن اللي ظلم فعلا في اختيارات المنتخب من المقاولين العرب هو محمد سمير. وانا مش ما فيش مبرر ازاي ده، ما فيش العين، ما فيش حد شايفه ازاي يعني. يعني لعيب اعتقد انت متابعه يا عمر والناس كلها متابعاه، لعيب جيد جدا جدا جدا، لعيب ذكي، عامل اتزان كبير جدا في خط ظهر المقاولين العرب، عنده امكانيات هايله في اللونج باس، بيعرف يجيب جوال من فاولات، بيعرف يعني عنده امكانيات كتيره جدا. انا شايفه ان هو مظلوم، خصوصا برضو ان احنا هنا في مصر اللاعب اول ما بيعدي 30 سنه بيبقى فيه ظلم كبير جدا بيقع عليه. فحين ان انت في المنتخب انت ما بتجهز، مع احترامي الكامل ليك، انت ما بتبنيش فريق، مع احترامي الكامل انت النهارده مش ضامن انت هتكمل في البطوله دي ولا لا، فانت عايز اللعيب اللي جاهز اللي يقدر يفيدك. فما تقوليش انا ببني جيل، يعني سمير يلعب على حجازي ويلعب على محمود علاء ويلعب على الونش ويلعب على الناس دي بص كلها يا عمر من وجهه نظرك؟ كلهم انا اخواتي، لعبت مع سمير عمر بس كلهم، حضرتك عارف. بص يا عمر كلهم اخواتي وبحترمهم جدا وعلاقتنا طيبه جدا ببعض، لكن انا بقول لك وعلى مسؤوليتي الشخصيه، محمد سمير افضل مدافع في مصر الموسم ده والموسم اللي فات، مستواه ثابت في اكتر من 60 مباراه، قدم جايب حوالي 12 جول، طب في حين ان ليه مستواه محدش الدفاعي، بياخد باله منه؟ ما هي دي المشكله يا عمر، دي المشكله ان احنا كل اختياراتنا بتنصب وبتركز على اللعيبه المحترفين وعلى لعيبه الاهلي والزمالك. في لعيبه كتير جدا يعني الحمد لله ان بدات الرؤيه تروح للعيبه تانيه. محمد حمدي الباك ليفت انا شايفه افضل ظهير. مين يخش مكانه؟ هو اتصاب. انا كنت عايز اسالك السؤال بص، كان ده. انا كان ترتيبي مثلا عبد الشافي كان ده رقم واحد بالنسبه لي. مصاب. محمد حمدي كان لعيب لازم يبقى موجود في منتخب كل مصر، ما انا بقول لك اللعيبه دي قبل كده، لكن النهارده انت بتقول لي محمد حمدي مصاب. فانت النهارده عندك، انا شايف ان السيد سالم في الاتحاد السكندري لعيب هايل جدا بيقدم مستويات هايله، يعني كريم حافظ بره ما فيش حد واخد باله منه. بالظبط، انا كنت لسه هسالك ليه كريم حافظ مش موجود في المنتخب؟ ما اعرفش والله، ليه؟ ما اعرفش. انا دي بص، ما انا بقول لك اختيارات المنتخب احنا برضه طب مش الكابتن عايزين، حسام هيضم مين مكان محمد حمدي؟ مش عايزين نظلم الكابتن حسام. طب تفتكر ممكن يضم مين؟ انت ترشح مين او هو انت شايف هتبقى مين؟ انا اعتقد في حساباته ان ايمن اشرف هيقدر يأدي في المكان ده بشكل كويس. ما في حد يخش مكان حمدي بقى؟ لازم، انا شايف ان ممكن كريم حافظ يبقى متواجد، سيد سالم بيأدي بشكل كويس جدا. في يعني انت برضو يا عمر ان انت ما عملتش مباريات تجريبيه تشوف فيها اللاعبين دي، ده ظلم كبير جدا. الدوري شغال، كان لازم يا عمر، ده المنتخب مصر ده اهم من اي حاجه، كان لازم يبقى في توقف للدوري. احنا برضو مش عايزين، عشان انا كنت عايش القصه دي. انت عندك دوري كان شغال تمام، فانت ازاي هتعمل تجمع للمنتخب وانت عندك كل 3 ايام ماتش، وعندك طيب وعندك بطولات افريقيه؟ طيب هقول لك يا عمر، هقول لك فاهم، هل هل انا مش بدافع هل ولا بهاجم، انا بقول لك الحقيقه. ممكن يا عمر اسالك سؤال؟ هل بطوله الدوري انا كمسؤول وكجهاز فني، هل بطوله الدوري اهم من منتخب مصر؟ هل دلوقتي انت لو حصل اخفاق، لو حصل اخفاق ايه اللي هيحصل؟ كابتن شوقي غريب لما تولى مسؤوليه المنتخب الاولمبي عمل كام مباراه يا عمر؟ قول لي انت كده. كابتن شوقي انا قاعد معاه قال لي انا عملت اكتر من 13 مباراه.
المباريات الوديه دي هي اللي هتجهز لك، هي اللي هتشوف حسن الشامي ده ينفع في المكان ده ولا لا. ما انت ممكن تبقى ظالمه، لكن لما تعمل معسكرات تدريبيه لمنتخب مصر وتعمل مباريات تدريبيه هتقدر تحكم على اللعيب ده. ما انت ممكن لعيب تبقى شايفه جيد جدا، تيجي تشوفه في مباراه تجريبيه تلاقيه بعيد جدا. محمد ناجي جده في 2010 مع كابتن حسن شحاته انضم للمنتخب من مباراه المنتخب لعبها ضد قطر اعتقد في التوقيت ده، وجاب جول في تلت ساعه شارك فيها. بقى محمد ناجي جده من التلت ساعه دي شارك في بطوله 2010 في كل مباراه كان بينزلها كان بيشارك تلت ساعه، وبقى نجم وبقى اسطوره بسبب ان هو شارك في مباراه تجريبيه. لازم المباراه التجريبيه مهمه جدا يا عمر انت تقدر تحكم على اللعيبه، ولازم التجربه ما تنحصرش فقط على لعيبه الاهلي والزمالك واللعيبه المحترفين، لازم تدي مساحه للعيبه الانديه الثانيه تشوفها، حتى لو في عامل السن شوفه ما تظلموش اديله حقه. انت معايا في اللي انا بقوله ولا؟ طب انا عايز اقول لك يعني في ذكر منتخب مصر، احنا بنتكلم على منتخب مصر ولعيبه المورين العرب، كان طاهر محمد طاهر موجود ولكنه